إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الحمد لله الذي يخضع لقدرته من يعبد، ولعظمته يخشع من يركع ويسجد، ولطيب مناجاته يقوم المصلي ويقعد، سبحانه سبحانه، يجل كلامه عن أن يقال مخلوق ويبعد، جدد التسليم لصفاته مستقيماً جد سبحانه سبحانه سبحانه، كرم سياح فلا يحتاج أن يقال له جد، من شبه وعطل فلم يرشد، ما جاء في القرآن قبلنا وما جاء في السنة لم نردد، أما إذا قلت برأيك في القرآن فإنك تبرد، أليس هذا اعتقادكم يا أهل الخير؟ فكيف لا أتفقد العقائد خوفا من الضيز، فإن سليمان تفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. أحمده حمدا كثيرا مباركا طيبا، وأصلي وأسلم على النبي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى الصديق الذي في قلوب محبيه فرحات وفي قلوب مبغضيه كروحات لا تنفد، وعن عمر الذي لا يزال يقوي الإسلام ويعضد، وعن عثمان الذي جاءته الشهادة فلم يردد، وعن علي الذي كان ينسف زرع الكفر بسيفه ويحصد. أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حبنا هذا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، وأن يجعل فيه لأحد غيره شيئا. أحبتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم في هذه الأيام؟ دعوني أسألكم ونفسي أولا، هل حمدتم الله حق عمده؟ هل حمدتم الله حق حمده؟ قال نوح لربه يا ربي إن نعمك ترادفت علي، أي تكاثرت وتطاولت، إن نعمك ترادفت علي فعجزت أن أشكرك، فماذا قال الله؟ فقال الله سبحانه: يا نوح لو علمت ذلك من قلبك فقد شكرتني. يعني إن كان كلامك مخلص من القلب خلاص شكرتني. أحق من حمد هو الله، ولما لا نحمده؟ فقد أعطانا أكثر مما نسأل، وأعطانا من قبل ما نسأل، وأعطانا من المتعة ما لم نعلم. اللهم متعنا بالإيمان وثبتنا على الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إنه رمضان على الأبواب، وما أدراكم عنه؟ كلما انتهى رجب وشعبان وجاء رمضان خاف قلبين من المسلمين لمواجهة رمضان، خاف قلبين، قلب يخاف من مواجهة رمضان، هل يتقبل منه؟ هل سيكون من عتقاء أهل النار؟ هل سيرضى الله عنه؟ هل سيفوز في رمضان؟ خائف، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وأما الآخر يخاف من مواجهة رمضان، يقول لك مرضان تاني؟ قال لك مرضان، يمتنع عن الطعام والشراب والجماع
والشهوات والمزاح والهرج وكلام الأونطة، كل ذلك اللكتاني يخاف مواجهة رمضان. أيها الأخوة الكرام، إن كان شهر رجب، والآن سندخل في شعبان إن شاء الله، إنهم تمهيدا لشهر رمضان، ولكن شهر رمضان كله بركة، كله بركة، تعطف فيه الرقاب، وتغفر فيه الذنوب، وتقبل فيه الأعمال، وترفع فيه الدرجات إلى الله سبحانه وتعالى. يقال أن شهر رجب هو شهر الزرع، وأن شهر شعبان هو شهر السقي، وأن شهر رمضان هو شهر جني الثمار. إن كثير من الناس يبدأون الزرع والسقي في شهر رمضان، فيأكلون الثمار حنطة مرة فجة. وأما الذي يزرع في رجب ويسقي في شعبان فيأكل الثمار حلوة ناضجة طيبة صالحة للأكل. وهذه هي القضية، إن كثير من الناس يخسرون أجر رمضان، يخسرون كسب أجر رمضان، وهذه هي الحكمة، هذه الحكمة، حكمة الصيام بالإيمان والاحتساب، بالإيمان والاحتساب. يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ورواية أخرى قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا في رواية أخرى: من أحيا ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولكن إخوتاه، دعني أن أتكلم ما هو الصيام. إشمعنى ربنا سبحانه وتعالى منعنا عن الطعام والشراب والجماع؟ ليه؟ لما ضاف في الصيام تغميض الأعين مثلا، أو ممنوع التكلم الكلام في البيوت أو المساجد في الصيام، اشمعنا بس في الطعام والشراب والجماع؟ ما هو السر بقى؟ السر بقى هو أن الإنسان في داخله طغيان، شر، طغيان. شوف بقى، لما إبليس لعنة الله عليه دخل على سيدنا آدم، من أي باب بقى؟ قال له: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هو كده من باب الملك بقى، من باب الملك. وهذا هو الإنسان الذي يدور عليه، اللي بيدور عليه أن يكون ملك، أن يبقى ملك، أمير، وزير، لا يخضع لحد، ولا يأمر، ولا يأخذ أوامر من حد، ولا يسمع لحد. مش كثير من الناس كده؟ مش أولادنا كده برضو؟ مش عايزين يعني ياخدوا أوامر ولا يسمعوا لحد؟ اعمل كده، مش فاضي. انت مين عشان تقول لي مش عايزين ياخدوا أوامر؟ فلذلك ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يذكرنا بأننا عبيد له، وأن الأمر ليس بيدنا، وليس براحتنا ولا بمزاجنا، وإننا نحن مخلوقين ولنا رب، وهذا الرب الذي يأمرك وينهاك. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يشعرك يا عبد الله بالفقر والضعف والحاجة والذل والانكسار، ولن تجد كل ذلك إلا في الصيام، إلا في الصيام،
إن صمت حق الصيام. ولكن كثيرا من الناس لن يصومون حق الصيام كما أمر الله به وكما أمر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنهم يصومون الصيام الدلع. انتوا عارفين صيام الدلع بقى؟ هو صايم ولكن طول النهار نايم. نايم طول النهار وعند المغرب بقى ولا يا ولي انت عامل ايه؟ عايزين ناكل بقى. تعبنا من الصيام. فلابد ان تصوم الصيام الذي امرك الله به بالاخلاص. الصيام بالايمان والاحتساب. نتكلم عن الايمان والاحتساب. ما هو الايمان والاحتساب؟ اولا يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهم اجمعين قال: اذا صام احدكم فليصم سمعه وبصره ولسانه. هو سهل جدا ان تصوم عن الطعام والشراب، سهل جدا والله. اسهل صيام انك تسكر بقك بقى، تقفل بقى ما تاكلش، سهل جدا. واما العين والسمع والقلب ده كله ايه؟ مش صايم. يقول الصحابي جابر بن عبد الله: اذا صام احدكم فليصم سمعه وبصره ولسانه ولا تجعل يوم صومكم كيوم فطركم. واحد تقول صايم، انت صايم يا عبد الله؟ بس مش باين عليه، نازل في الكلام ونازل في الهداء ونازل مش عارف ايه، كلام طالع كلام نازل ما بتقولش اي حاجه، انت صايم يا عم، اتق الله. فلا بد ان تصوم الصيام الذي امرك الله به. صيام الانكسار. ناس كتير تقول لك: يا اخي النهارده انا صايمين مش حاسين باي حاجه. طب ليه مش حاسس؟ انت بتعمل ايه خطا يعني؟ فلا بد ان تحس وتستشعر. تستشعر في ايه؟ في الجوع والعطش. فما هو الايمان والاحتساب؟ من صام رمضان ايمانا واحتسابا، ايمانا واحتسابا، غير كده مفيش صيام. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه. الايمان هو التصديق، ان تصوم لله بالايمان، ان تكون مستسلما لاوامر الله بالصدق بالاخلاص. وأما الاحتساب أن تحتسب الأجر عند الله، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يلي نوى له واللي ما نواش إيه؟ ملوش. فلذلك كثير من الناس تخسر أجر. أسباب قضية أن يخسر أجر رمضان أو كسب أجر رمضان في الأسباب دي، بيخسر الأجر في الاكتساب والاحتساب برضو. مثلا واحد يحط في الصندوق علشان يسمع الناس أو يوري الناس، وليس عمل لله، مالكش فيها حاجة، مالكش فيها حاجة أبدا. إنما الأعمال بالنيات. وأيضا فلا بد أن تنوي لكل يوم. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية في الليل. واحد يقول لك: طب انا ما قالوا عليش، لو قلت خلاص نويت الشهر ده كله. لا، ما ينفعش. كل يوم صيام فرض عليك كما فرض الصلاة. انت تنوي لكل فرض ولا لا؟ وكذلك الصيام. نويت ان تصوم بكرة، خلاص تنوي ليه؟ من الليلة بقى. عندك من قبل ايه؟ قبل الفجر شوية. قبل الأذان يعني. لا صيام لمن لا يبيت النية من الليل. والنية محلها في القلب يعني. أن تحتسب الأجر عند الله. أحد السلف كان في المسجد بعد انتهاء صلاة العشاء قعد يذكر الله
فأتاه رجل من أحد المصلين فقال: أيها الشيخ، ما أجمل هذه العصا. كان معه عصا يتوكل بها. فبلا تفكير قال: تفضل خذ هذه هدية مني. ما ذكرش لوجه الله أبدا. فأخذ الرجل العصا وفر بها خارج المسجد. فرجع إلى نفسه الشيخ ده فابتدى يبكي يعيط. فأتوا إليه المصلين فقالوا: ما يبكيك أيها الشيخ؟ قال: حد شتمك؟ قال: لا والله. حد ضربك؟ قال: لا والله. إذا ما يبكيك؟ قال: إنها العصا. قال: حد أخذ العصا؟ قال: لا والله. قال: طلب مني العصا فأديت إياها، فكان فليس لي مني نية لوجه الله، فخسرت العصا وخسرت الأجر. ولو قال إنها لوجه الله لكان كسب الأجر. وكثير من الناس يخسرون أجر رمضان، أجر كسب رمضان في القضية دي، لن يحتسبون عند الله الأجر. وكثير من الناس يقول لك ايه، اعمل نوع زيت في البحر بقى، كلام فارغ. انت يوم القيامة عايز كل حسنة، لو ما عندكش تطلب من مين بقى؟ من الوالدين. يقول لك: نفسي نفسي. ما ترميش اي حاجة في البحر، كل حسنة تعال لله سبحانه وتعالى. كل قولي هذا واستغفر الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. We praise Allah subhanahu wa ta'ala, the merciful, the just, the sustainer. He is alone. Should be worshipped, the way should be worshipped. He is Allah, should be feed, the way should be feed. He always so generous with his creation that he gives without even asking. And when he gives, he's so generous, he gives. And when he takes as well generosity. Subhanah. We also tested that Muhammad, may the peace be upon him, his last message to the Prophet, may the peace be upon him, his wife and family and companions, all peace of the Lord, to Judgment Day. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless us with these blessings as well until Judgment Day. Amen. Dear brothers and sisters in Islam, we are neglecting and forgetting that all this ni'am, the bounties Allah subhanahu wa ta'ala has given us, because we are so occupied with these bounties and the dunya, we are neglecting to thank the one who is responsible for all these bounties, which is Allah subhanahu wa ta'ala. When was the last time that you have thanked really from your bottom of your heart? You thanked Allah subhanahu wa ta'ala. When was the last time? Him alone, that he gives us all these bounties and we fail to thank him. Look what at Nuh alayhi salam has said from sincerity, from the bottom of his heart to Allah subhanahu wa ta'ala. He said that you have bounties, O Allah. Your bounties has been so great. Lots of it. I can't even keep up with your bounties, O Allah. So generous of you. I am neglecting to thank you so much. What do I say? If someone is giving you lots of help, giving you his hand, assisting in anything you name it, and you find that person, mashallah, is so generous, he's helping you so much, and look at yourself and say, subhanallah, what can I do with him? What can I do even for him? You come to him and say, brother, wallahi, I don't know what to say. I don't know what to say to you anymore. Subhanallah, you are giving me so much help. You are assisting me so many things, I don't know what to say. For Allah subhanahu wa ta'ala is even greater than this.
the Creator. But when He knows that you are thanking Him from the bottom of your heart, sincerely, you have thanked Him. That's what He said to Noah, alayhi salam. He said, if I know that this is from the bottom of your heart, in other words, is it sincere? You have thanked me without even opening your mouth. Because He knows what's in your heart. He knows what's in our hearts. When was the last time you thanked Him really from the bottom of your heart? When? Doesn't He deserve thanks? Yes, He does. He's given us another chance to remedy ourselves, to remedy ourselves for our shortcomings, for being so far from Allah subhanahu wa ta'ala, for being so far from the Prophet Muhammad and his sunnah, his way. Many of us are neglecting this, so critical. This is why it's happening to this ummah, to this nation, because we have drifted apart, drifted away from the Prophet Muhammad and his way. It's a big problem, calamity, wallahi. Let's go back. Ramadan is on the doorsteps. Have anybody prepared himself for Ramadan? Or is it just another Ramadan that comes and goes past? Just like we treated the other Ramadans that went past. Allah subhanahu wa ta'ala wants you to achieve taqwa, fear in that blessed month. They say that Shahru Rajab, which is just nearly finished now, it was the plantation month. And Shahru Shaban, which is the next month, which is the watering of what you have planted in Rajab. And then Shahru Ramadan, the blessed month, it is where you harvest all your beautiful sweet fruits. But many of us, they start planting and watering in the blessed month of Ramadan. So it is too late. They try to eat the fruits, not ripe, sour. And this is the problem. They cannot progress after Ramadan because of their problems. But whoever plants and waters in Rajab and Shaban, he will get to the fruit in Ramadan, so sweet. And it is easy for him to progress after Ramadan. They say that Rajab and Shaban, they were preparation for Ramadan. Ramadan itself, by itself, is preparation for the next 11 months. And this 11 months, we've been shoving down our throats. We've been doing so much bad, evil deeds. إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّنَا. And we are doing so much, being far away from Allah subhanahu wa ta'ala. This 11 months, the preparation for them is Rajab, Sha'ban, and then Ramadan by itself. So how do we prepare ourselves? We should be fasting Mondays and Thursdays. Let's talk quickly about what are we planting. I don't want anybody to think about, is he planting parsley or onions? Or, no, stuff like this. We are planting the obediency, ata'at. We are planting. Well, too late now, for Rajab is gone. Should have been planted in Rajab the obediency, the remembrance of Allah, the good doings and the deeds, fasting Mondays and Thursdays, reading the Quran or learning the Quran if I don't know how to read the Quran, coming to masjid, getting myself ready for Salah, and lots of it. Changing my habits. I sleep so much. Now I don't anymore. I sleep less. I eat so much. Now I don't eat as much. I talk too much. Now I don't talk as much. I don't listen to anybody because I think I'm too good. Change the habit and start listening. Less talking and more listening. That's how we benefit, inshallah. These, what we call, we are planting all these good deeds, this obedience for Allah subhanahu wa ta'ala in Rajab, which is finished already. It's not too late to start planting anyway. And watering what you have, planted in Rajab. Start watering what you have done in Rajab, making sure is you are reinforcing what you have done in Rajab, making sure it goes, follows you to Sha'ban.
Fasting Monday and Thursdays. Who does that today? Very minimal. Very minimal. Said, I'm waiting for Ramadan. We'll fast in Ramadan. And especially for the ones who smoke, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to guide them and to help them out. To stop smoking for the sake of Allah, not for the sake of the sickness. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to help and guide our brothers and sisters in Islam who smoke and to stop smoking. Not because the doctor said that you're going to die. No, stop it for the sake of Allah. Say, oh Allah, help me to stop smoking for your sake, not for the sickness. And you will get the full reward for that. Train yourself. Instead of smoking a whole packet a day, try to smoke a few cigarettes until you stop it, inshallah, by the time you get to Ramadan. This is preparation for Ramadan. Don't sleep too much. Refrain from watching TV. هذا مفسد يوم. Wallahi, the TV is the worst thing you can ever look at. What's in the TV? What's on television? We all know. All the haram. All the haram for you and for your wife and your kids. What do we benefit from all that? Prepare yourself. Get out the Quran. Brush the dust on the Quran. Go. You'll find so much dust on the Quran. Bring it back out. Not from your mobile phone. Read the Quran. Start reading the Quran. You're not sure about the ahkam and the tajweed? Come and learn from someone. You still got time. When Ramadan comes, inshallah, you are ready to fast Ramadan the way should be fasted with Iman wa Ihtisab. Some of the companions have said, if anybody wants to fast, his ears should be fasting, his sight should be fasting, his tongue should be fasting. Not just by refraining from food and drinks, no. All your organs should be fasting. Imagine someone is fasting and look at women. Subhanallah. He said, but I'm not eating. What's the use? Someone is fasting and is listening to a backbiting, slandering, namima. But I'm fasting. Astaghfirullah. Who are you fooling? Losing reward. We have to fast with belief and asking for reward. Iman wa ihtisab. What is Iman wa ihtisab? Quickly. Iman wa ihtisab is to fast with belief. If that means when you fast, you are fasting for the sake of Allah. You love fasting. You're not just fasting because you have to. You are fasting because you love Allah. You love the reward. You love what Allah has for you. And fasting is good for your health. I mean, soul-wise, not becoming fat. Subhanallah. People find fasting, they say, Sumu tasahhu. Allahu Akbar. Not by like this, in actual spiritual-wise. And then, ihtisab and asking for reward. Oh Allah, the Prophet Muhammad said for us, whoever fasts Ramadan, iman wa ihtisab, all the sins will be forgiven. And I have stopped food for you. I have stopped drinking. I have stopped even being with my wife. And I have even done all the things that were ordered me to do. Even my sight, my ears, my tongue. Oh Allah, give me the reward. Give me the reward that I deserve. This is ihtisab. You are calculating the ihtisab from Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah will give you. Let's ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the knowledge, the patience, to love what Allah gives us, and to stop what Allah has refrained from us, ordered us to stop, and to follow the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his way, and his sunnah. Let's read the Quran. Leave all the books. Imam Malik, every time that when Ramadan comes, he used to close all his books and put them in the cupboard except one book. Who knows that? It's the Quran. He closes all his books and then brings only one Quran, one book, which is the Quran. Because Ramadan is Shahrul Quran. It's the month of the Quran. Let's bring it out. Start reading the Quran, you, your wives, and your children. And then come closer to Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منكم أجمعين وبلغنا رمضان وسلم رمضان وسلم رمضان لنا إنا ولي ذلك والمولى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ورفع عنا سيئاتنا وتوفنا على الأبرار رب ارحم ضعفنا
رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول امرنا واحسن خلاصنا. اللهم يا ولي الاسلام واهله مسكنا بالاسلام حتى نلقى قريبا. اللهم اجعل هذا القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وذهاب غمنا وحزننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وصدقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار يا رب العالمين. وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. Can I have all the brothers inside please to come inside? Outside, come inside. There's plenty of room inshallah. Let's fill up this room inshallah first. And then if there's no room we'll go out. Jazakumullah khairan.